دكتور مصطفى هديب، بنرحب بحضرتك في اخبار اليوم يا فندم، ونقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب، اهلا وسهلا. حضرتك، احنا لقينا حضرتك في اكتر من حمله بتدعم الفريق السيسي، مش حمله بعينها يعني. ايه سبب وجود حضرتك، او ان حضرتك بتروح مع الناس او بتلتحم معاهم في دعم وترشيح السيسي؟ شوف حضرتك، انا متاكد لو اي واحد مصري جات له الدعوة في كل الحملات اللي أنا بحضرها لازم هيحضر. أنا مواطن مصري غيور على بلدي، وعايز أشوف بلدي فعلا قد الدنيا. فيعني في كل مؤتمر وفي كل تجمع بيدعو إلى دفع سيادة الفريق أول افتتاح سيسي إلى قيادة مصر، هكون موجود، لأن دي أصبحت ضرورة حتمية للمرحلة اللي احنا موجودين فيها. فقدنا البعد العربي، فقدنا البعد الأفريقي، فقدنا ريادتنا للعالم الإسلامي. فالكلام ده احنا محتاجين مرة أخرى لقائد، احنا مش محتاجين موظف يجي سياسي بارع بيعرف يقول كلمتين. احنا عايزين، محتاجين لشخص يعرف يعني ايه إدارة الدولة، كيف تدار الدولة. دي حضرتك دي عملية صعبة جدا. الموضوع مش موضوع احنا نجيب واحد يجرب فينا 3-4 سنين ونقول يعني بعد 4 سنين يمشي، الدولة مش هتستحمل خلاص. احنا في مرحلة اقتصادية ونفسية للناس، نفسية الناس سيئة، احنا كلنا في حالة اكتئاب. يعني احنا انا بعتقد اكتر ادوية بتتباع دلوقتي هي ادوية الدبريشن. ما فيش تنظيم، على لو الناس بتقرأ التاريخ كويس، لا يمكن ان يهزم تنظيم دولة. خليهم يعملوا اللي هم عايزين، هم هيصعدوا. ان اصل ناس كتير النهارده سالوني تتصور حصل وحصل، قلت لهم لا ده لسه، لان هم هيصعدوا خلاص. هو هم في الرمق الاخير، بس خلي بالك الرمق الاخير مش معناته انهم هيسكتوا، هيقعدوا ممكن سنه واثنين وثلاثه بهذا الوضع، ولا بد ان يواجهوا. ولكن هنا لابد المواجهه مش بس تكون مواجهه امنيه، لابد وبسرعه ان تتحرك الاجهزه وال زي الازهر والاوقاف لتوعيه الناس. الاولاد الصغيرين دول مضحوك عليهم. المناهج اللي كانت بتدرس في المدارس الأزهرية هي اللي خلقت مشاريع الإرهابيين اللي احنا شايفينهم دول. فالناس دي لابد ان احنا برضو نتعقل شوية ونقول ان هم كمان مظلومين، العيال صغيرين. سيبك من القيادات، القيادات دول يعني ما خلاص انتهى امرهم، لكن احنا لو بنتكلم عن الشباب الصغير ومعالجته، لانه الشباب ده هو ده اللي اتعلمه. الولاد مذاكرين الدروس بتاعتهم كويس، فما نجيش النهارده نضربهم بالنار. صحيح احنا لازم نواجههم، ولكن لازم يكون في استراتيجيه للدوله لمواجهه هذا الكلام. ما ينفعش ان احنا نعلم في اولادنا في المدارس انه ما تسلموش على المسيحي، وما تعملوش مش عارف ايه، وده كافر وده مسلم. يعني سبحان الله، يعني ده كلمه كافر دي حاجه كبيره قوي. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وفي الآخر إيه لكم دينكم ولي ديني. ما قالش سيدنا محمد دبحهم وقتلهم وهجرهم، يعني ده حتى يعني أنا مش عارف بيجيبوا الإسلام بتاعهم منين. فهو ده الإسلام، الدين الحنيف الوسطي اللي احنا لابد نرجع في المدارس وفي الجامعات وفي النوادي وفي مراكز الشباب ان احنا نتنبه لهذا الموضوع. اصل احنا هم فاهمين ان احنا هنزهق، بالعكس احنا شعب، دي دوله لن تسقط دوله عشان شويه عيال واقفه في الشارع بتضرب مولوتوف. بالعكس احنا يعني الدوله بتتعامل معاهم برفق شديد، لان باكد لحضرتك اللي بيعودوا على CNN وعلى البي بي سي يتكلموا القمع ومش قمع، ربع مش ربع عشر مظاهره من اللي بتطلع دي، لو واحد تجرأ يطلع سلاح او يطلع مولوتوف شوف البوليس بيعمل فيه ايه. شوف اللي اتعمل شوف اللي اتعمل في اسطنبول، وشوف لما المظاهرات طلعت في انجلترا وطلع رئيس الوزراء قال لك when it comes to human rights to national security no human rights، ما فيش حقوق انسان لما تكون الامور تتعلق بالامن القومي، وسحلوا الناس سحل في الشوارع. فاحنا تيجي النهارده تعلمونا دروس، ما تعلمونا نفسكم. شوفوا عملوا ايه في المتظاهرين بتوع الوول ستريت في نيويورك، المظاهره اللي كانت قدام البيت الابيض، ومجرد ان 8 من أعضاء الكونجرس الحاليين نزلوا من على الرصيف اعتقلوا واتحط الحديد في ايديهم واتقبض عليهم وترموا في البوكس واعتقلوه. فيعني ارجو انه دروس الدروس بتاعه سي ان ان والبي بي سي يطبقوها على بلادهم. في احنا عندنا هنا قوانين، وان شاء الله دي دوله قانون وهيطبق القانون على الجميع، ولن نلتفت لمثل هذه المهاترات.